رمضان مبارك سعيد، يدخلوا عليكم سيدي ربي بالصحه والسلامه، وباش ما تمنيتوا ان شاء الله مرحبا بكم في صباحيه دزام مع مجموعه من الافكار والنصائح اللي تخص هذا الشهر الفضيل. مرحبا بكم معنا. يستعده له خلال شهر رمضان بعد العبادة طبعا هناك تحضيرات لوجبة الفطور، واليوم فقرة التغذية مع سينا بالعياشي غادي نشوفوا ملكة وجبة الفطور الحريرة. صباح النور. صباح الخير سميرة، ومبروك العواشر على الأمة الإسلامية والمغاربة جميعا. نتمنى ان شاء الله ان يكون استغلال ديني وكذلك استغلال غذائي فيما يخص هذا الشهر المبارك وصحي كذلك. واليوم غادي نهضروا على ربما اهم طبق والاهم غذاء اللي هي الحريره، ونشوفوا الفوائد ديالها وخصوصا كيفاش باش ما تخلقناش مشاكل. الشيف هادي هو محضر لنا مقروط باللوز والقرقال اللي هي نقترحها لنا وصفه لتبييض اليدين، وصفه طبيعيه طبعا. هدى جنان صباح النور. صباح النور سميره، صباح الخير لجميع المشاهدين والمشاهدات، رمضان مبارك سعيد. اليوم نشوفوا كيفاش غادي يمكننا في هذا الشهر المبارك نحافظوا على جميع المواد اللي كنستهلكوها بكثره في هذا الشهر، وكيفاش يمكننا نبقاو انيقات خلال هذا الشهر. هذا هو اللي ستخص علينا ليلى حدي وفقره اللباس التقليدي اللي غادي يرافقنا طيله شهر رمضان المبارك. ليلى شوي صباح النور. صباح النور سميره، صباح الخير لكم مشاهدينا، ورمضان كريم بالصحه والسلامه باش ما تمنيتو ان شاء الله. اليوم ان شاء الله حاضر معنا من تطوان من شمال المغرب الفنان والمنشد تهامي الحراق. والبدايه مع الفقره الصحيه والدكتور او بروفيسور احمد بنيس، خليكم معنا. احمد بنيس اللي ما تيخفاش علينا طبعا، ماشي اول مره في صباحيات دزا، ما تيبخلش علينا بالنصائح ديالو، هو للتذكير اخصائي في امراض القلب والشرايين. مرحبا بك بروفيسور مره اخرى، ورمضان مبارك سعيد. رمضان مبارك سعيد عليك ولجميع المستمعين والمشاهدين المشاهدين. لكن السيده تيكون في الكوزينه شاعلين كيفاش غير تيسمعونا. تحيه اليوم شوفونا كذلك. تحيه لجميع الامه الاسلاميه، وان شاء الله يدخل علينا بخير والبركه ان شاء الله هذا الشهر المبارك. صحة. هي موضوعنا اليوم معك بروفيسور بنيس، اخصائي في امراض القلب والشرايين. القلب اللي تيتعب بزاف عند بعض الناس لانهم تترشق اليوم على الرياضه في شهر رمضان، فشنو رايك في هاد الناس هادو اللي تيبداو الرياضه في شهر رمضان، وشنو هي نصيحتك لهم؟ النصيحه ديال هاد الناس اللي كيبداو الرياضه في شهر رمضان هو عدم الافراط، يعني لا موديراسيون، يعني يقدروا يديروها ماشي مشكل، يقدروا الرياضه وين يقدروا يديروها بالعقل، يعني ماشي بواحد القوه وواحد الشراسه وواحد اولا اللي نقدر ننصحهم هو خصوصا في هاد الشهر، لانك تعرف بان النهار كامل ما تناكلوش ما تنشربوش، السكر تيكون هابط، تنشفوا من الماء خصوصا لك الحال سخون بزاف، فإلا مشينا تعملنا الرياضة في وسط النهار أو لك الجو سخون بزاف، فكيكون واحد الوقت اللي نقدروا الطونسيون تقدر تهبط، تنشفوا من الماء، تقدروا نعياو بزاف، فاللي نقدروا ننصحوا هاد الناس يمشوا عيب تدريجيا، خصوصا اللي ما عمرهم ما داروا الرياضة، يتمشاو مثلا نص ساعة، حتى يحل البرد الحال مزيان، يبداو شوية في الأول بالمشي، أولا يقدروا يديروا شوية ديال الفيلو، ولا شوية ديال الناتاسيون، واني أول حاجة اللي ضرورية هو عدم الإفراط، يعني ما يمشوش بواحد القوة كبيرة. ما يقولوش أجي نستغلوها فرصة حنا صايمين باش نطيحوا الوزن مثلا، ونمشيو نجريو باش نعرقوا مزيان، ما تيعرقوش وما تيفقدوا الماء ياك. تيفقدوا الماء خصوصا في واحد الوقت إذا كان الحال سخون بزاف. وكاش الجسم ما كانش متعود، فهاد الناس اللي معمرهم ما عملوا الرياضه هما اكثر مع الاسف اكثر عرضه باش يوقع لهم مشاكل القلب او لا ازمات قلبيه، فخصوصا ننصحهم خصوصا الناس اللي معمر ما داروا الرياضه، اولا يعني تيبرد الحال مزيان، تيقرب الفطور شويه، ما يكونش الحال سخون بزاف، يعني تكون الحراره بدات كتبرد. طبعا يكونوا متاكدين بالصحه ديالهم والسلامه ديالهم، ماشي شي واحد مريض بالقلب غادي يمشي يدير الرياضه. ومن النقاط المهمه، اولا دائما البدايه خاصها تكون تدريجيه، تنلعبوا بشويه، كنسمعوا الجسم ديالنا، تنشوفوا الجسم ديالنا واش كيتجاوب مع ذاك المجهود اللي بغينا نديرو. كذلك خصنا نشوفوا الى وقعتنا مثلا شي حريق في الصدر ديالنا، ولا حسينا بالدوخه، ولا حسينا بانه راحنا عيانين، نحبسوا هذاك الوقت
في هذاك الوقت بالضبط خصنا نوقفوا. كذلك ما خصناش نكون هناك مبارزه، يعني ماشي نلعبوا الكره ولا التنس ولا نلعبوا، يكون حاجه رياضه اللي فيها واحد المبارزه ويتبان فيها ليغو بزاف. خصني نبين للاخرين بان انا صحيح وبان انا ولا غادي نربح ولا انا غادي نلعب مع اللي صغر مني وغنبين له بان راه باقي في صحه جيده. فهذا اخطاء اللي كيقع فيهم الناس خصوصا بعض الرياضات اللي كتطلب واحد المجهود اكثر، مثلا الرياضه اللي كنجروا ورا كره ولا كنجروا ورا توقيت. فخصنا ولا نكون حاضر خصوصا الاسبوعين الاولين، لانه يلاه الجسم تيتمكن يعني كيتكيف يتصادفت مع هذا الشهر المبارك. فخصنا نمشيو اول تدريجيا الرياضات اللي مزيانين بحال الماشي بحال الفيلو بحال الناتاسيون بحال العمان، كلهم رياضات مهمين. واخا بالنسبه للناس اللي مسانسين بالرياضه وبغاو يعني يكملوا هاد الممارسه هذه خلال شهر رمضان، شنو هو التوقيت تما بالنسبه لهم بحالهم بحال الناس اللي عاد غادي يبداو تما حتى يبرد الحال؟ تيبرد الحال اولا مع فترات حتى يفطروا، الا كان يفطروا فطور خفيف، الا بغاو يديروا الرياضه قبل من الفطور ماشي مشكل، غير يكون الحال بارد شويه. وحاجه اخرى ما يكونش عندهم لا ميم بيرفورمانس بحال من قبل، يعني يحاولوا ممكن ينقصوا الحده ديال التدريب، ما يقولوش راه بحال بحال نفس الشيء. خصوصا ال 15 يوم الاولين اللي كيكون صعاب شويه، دونك الا كان مولف الانسان تيدير تدريبات ديال ساعه ولا ساعه ونص، نقص نص ساعه ولا 45 دقيقه، وغالبا خصو يمشي بمودراسيون بتدريج وبتدريج وبالعقل، وحاول ما امكن ما يحاولش باش يطلع على بيرفورمانس في شهر رمضان، لانه بالعكس خصو يهبطها، لانه الجسم ما يمكنش يتواجب. خصوصا كما كتعرف كيتبدل النظام الاكل، نظام ديال النوم، نظام ديال الشرب الماء، يعني الهرمونات كتبدلوا في الجسم، فبالتالي خصنا نمشيو تدريجيا. هذا هو يعني الميساج الرساله اللي غادي نوصلوا، يعني تدريجيا. غادي نرجع لنقطه مهمه قلتيها بروفيسور بنيس، هي بالنسبه للناس اللي تيمارسوا رياضات اللي فيها المبارزه، مثلا بحال الكره، وتنشوفوا في الشواطئ المغربيه هنا في الدار البيضاء مثلا لا بلاج كلها دي ماتش دو فوتبول. دونك قلتي بانه ماشي مزيان هاد لي ماتش دو فوتبول، خصوصا عند الناس اللي هما اكثر من 40 سنه، الناس اللي تيدخنوا، الناس اللي مثلا عندهم داء السكري، عندهم الكوليسترول، ما تيلعبوش الرياضه بزاف، هاد الناس يمكن يكون بالنسبه لهم خطر. كذلك خطر بالنسبه للناس اللي عندهم 40 سنه ولا اكثر من 40 سنه وتيلعبوا مع صغر منهم. اما الخطر ما كاينش بالنسبه للناس اللي يعني جون قل من 30 سنه مولفين تيلعبوا الرياضه، ما كاين مشكل. اما في هاد الشريحه ديال الناس اللي هما اكثر من 40 سنه اللي هما اللي يحاولوا على راسهم، خصوصا اللي ما عمرهم ما مارسوا الرياضه، اللي كيدخنوا تيدخنوا، اللي عنده السكري، اللي عندهم الكوليسترول، اللي عندهم وراثه ديال امراض القلب والشرايين، هما اللي بشويه عليهم. الناس اللي عندهم مثلا الكرش واللي كيقول غادي رمضان غادي نطيح الكرش غادي نجري، سي نبيل عياش تيقول لنا هذه احسن فرصه باش نحيدوا الوزن. خصهم بشويه تدريجيا، لانه اللي خصنا نعرفوا بانه الرياضه مفيده للذات، كتنقص بالطونسيون، كتنقص السكري. بروفيسور بنيس حسيت بان يعني بحال تقول بالنقص من الرياضه في رمضان؟ لا، الا كان الانسان يقدر يديرها بطريقه بالعقل وتدريجيا ماشي مشكل. اما شهر رمضان ماشي هو الشهر اللي الانسان يولي فيه يكون رياضي ويكون رياضي اولمبي، غير بالعقل والمعانده ولا يحبسها في رمضان يحبسها. يعني هذا هو الرساله. ونقطه اخرى اللي هي صحيه، هو خصنا نستافدوا من شهر رمضان باش نقصوا الوزن، والدكتور عياشي غيتكلم على هذا المشكل. ثانيا خصنا انقطاع التدخين، لانه غالبا هو الشهر الكريم هو مناسبه باش نقطعوا التدخين، فرصه لانه اهم عامل اللي كيدير امراض القلب والشرايين هو التدخين. يعني هذه الرساله نوصل للمستمعين والشاشه الناس اللي كيتفرجوا فينا، هو عدم التدخين في شهر رمضان. الله يجازيك بخير. حاجه واحده اخرى غادي نرجعوا لها باش ناكدوا عليها، وهي اللي غنختموا بها الفقره الصحيه ديال النهار اليوم معك بروفيسور بنيس، مشكور جدا لتلبيه الدعوه. هي شنو هما هذوك لي سين او العلامات اللي خاص الناس يردوا منهم البال فاش يكونوا صايمين وما تيمارسوا الرياضه؟ اول علامه هي الحرق في الصدر، الى الانسان حس بالحرق في الصدر ديالو تيعصرو وتيزيرو وتيمشي للمونطون هنا انفيريور، ولا تيمشي لظهرو، ولا تيمشي يعني تيتسرب هذاك الحرق، تيتسرب الحرق وتيعرق وكيجي بحال التقيه. هذاك الوقت خصو يوقف ويمشي اول، خصوصا اللي كان عنده 40 سنه وكان تيدخن ولا عنده السكر، خصو يمشي عند الطبيب. ثاني الى حس بان دقات القلب تيضربوا بزاف وبطريقه غير منتظمه، هذه علامه اخرى. ثالثا الى حس بالنهجه، ما كيقدرش يتنفس. رابعا الى ما كيحس بان الجسم ديالو ما كيتجاوبش مع المجهود اللي تيدير. الى حس عاوتاني بالسخفه ولا حس بان الطونسيون كتنزل ليه ولا كيحس بحال الغيبوبه، خصو يتوقف في هذاك الوقت ويمشي
في اقرب انتويف اقرب وقت. واضح بروفيسور احمد بنيس، مشكور جدا للتلبيه الدعوه الصباحيه الدوزام، دائما ما تتبخلش علينا بالنصائح ديالك، ورمضان مبارك سعيد باش ما تمنيتي ان شاء الله. شكرا لك مره اخرى، نمشيو نكملوا في نفس النطاق هذه اللحظه هذه مع التغذيه وسي نبيل عياشي. نرجع نذكر بها لانني انايا غادي يعني غادي نحاول نطبق هذه النصيحه ديالك، تتقول بان رمضان هو فرصه كذلك لانقطاع التدخين، لكن كذلك اللي خسران الوزن كيفاش؟ هذه هي الاولى قبل الحريره. كيفاش ربما كيفاش خصها حلقه بوحدها لان المشكل تيوقع في رمضان. كيفاش ينتبعوا النصائح ديالك طيله رمضان؟ ان شاء الله، لان يعني الكيلي تيوصل لرمضان وتيقابل الليل تياكل اكثر من داكشي اللي كان تياكل خارج رمضان. ربما بروفيسور بنيس ربما في خلال نهايه شهر رمضان تيجيو الناس الكوليسترول والمشكل ديال التريغليسيريد والمشكل ديال الزياده في الوزن والمشكل العياده تاع المريض، خصوصا هاد الناس اللي كياكلوا بواحد الشرهه كبيره وكيزيد الوزن عوض ما يقصدوا الوزن، وكنعرفوا بان زياده في الوزن كتؤدي للسكري، ارتفاع الدموي، الكوليسترول، تقدر تكون خطيره. سورتو دابا رمضان فصل الصيف تنظن ان هو مناسبه باش اننا ما ناكلوش بزاف، يعني فصل الصيف الجسم ديالنا ما تيكونش محتاج لسعرات حراريه بحال فصل الشتاء البرد. هذه النقطة الأولى، النقطة الثانية ديال القصير، يعني ما كاينش مدة طويلة يعني باش أنك غتاكل بزاف بهذيك الشراهة، فهو تيبقى استعداد نفسي. تنظن أن الجانب النفسي هو نقطة مهمة، وتنعاود نأكد قبل ما نهضر على الحريرة، الناس يخرجوا يتقداو الصباح ما يخرجوش يتقداو العشية. ما يكونش فيهم الجوع. لأن هذيك التقدية في العشية فيك الجوع. كلشي زوين. تتبغي تشري من كلشي، تتحط كلشي في الطبلة، هنا تيولي مشكل. صحيح. ألوغ بالنسبة للحريرة أنا نقدر نقول لك أن الناس يقدروا يصوموا بالحريرة. يعني نقدر في الفطور ديالي الماء والتمر وغناخذ الفواكه ونقدر نشرب بزاف هاد الحريره ونقدر نبقى حتى اليوم الموالي. بالنسبه للاشخاص العاديين اللي ما تيبذلوش واحد المجهود كبير، علاش؟ لان ملي تنهضروا على الحريره راه هي عامره بالسعرات الحراريه وعامره بالنسبه ديال النشويات اللي هي كثيره، ما تنساش راه فيها الحمص، فيها العدس، وكاين اللي تيدورها بالطحين، وكاين اللي تيزيد فيها الفول والشعريه، وكاين اللي تيزيد فيها الروز. عرفتي شحال ديال النشويات؟ كاين اللي فيها البيض، وكاين اللي غياكلها بالمخامر او لا بالشباكيه او لا بمسمن وفرماجه. فهنا يعني الا كانت حاضره الشباكيه، عفوا الا كانت حاضره الحريره، فلا داعي باش يكونوا النشويات الاخرين. فراه الكميه ديال النشويات اللي كاينه في الحريره راه تقدر تعادل واحد نص خبزه ولا اكثر اللي غيمكن لي ناخذ بلا ما نحس، عادي في زلافه، عادي الا شربت جوج زلايف، عادي الا عمرت من التحت، الا درت الكياس من التحت، فهنا تتكون لي كميه اللي هي كبيره ديال النشويات. فالناس يردوا البال ان الحريره هي الفوائد، هي فوائد عظيمه وكبيره، لانه غذاء كامل، لان فيه كاع هاد المواد الغذائيه اللي شريط اننا نكتفيو بها. شريط اننا نكتفيو بها علاش؟ لان عامره بالاملاح المعدنيه، عامره بالبوتاسيوم، عامره بالفوسفور، عامره بالمغنيسيوم، لان هاد القطاني اللي درنا فيها هي نقاط اللي هي مهمه، وهاد القطاني عندها فوائد على الجسم ديالنا، عندها فوائد حتى بالنسبه للميزان المائي المعدني، لان الميزان ديال الماء في داخل الجسم تيدار مع الاملاح المعدنيه، فهذه نقطه اللي هي ايجابيه. ولكن المشكل ملي تتولي حيت كتقول لك الحريره نفختني، الحريره دارت ليا، الحريره ضرتني، ماشي الحريره، حنا كيفاش تعاملنا مع هذيك الحريره. فالنقطه الاولى هو ان ماشي ضروري نديروا هذه المكونات اللي ذكرنا الان كلها، ماشي ضروري ندير العدس والحمص والفول، نقدر يا اما نقص من الكميه ما ندير وحده فيهم، ماشي ضروري ندير الشعريه والرز والطحين. كاين اللي تيدورها بالخضره، كاين اللي تيدورها بالبطاطا، بطاطا ولا طحين سي بريسك لا ميم شوز، سي دو لا ميدون. دونك نقص اولا من كميه النشويات اللي غادي ندير. اثناء تناولي ديال وجبه الافطار كما قلت قبيله ماشي ضروري نزيد مع امور اخرى، لان كاين اللي تيشرب حريره بالخبز. فهنا فماشي الحريره اللي غادي وتنتمنى يعني الناس اللي تيشربوا الحريره بالخبز اكيد انهم يعني هو مستعدين باش يبدلوا هاد القواعد هذه، وتنتمنى انهم ان شاء الله غادي يبدلوا وغادي يرجعوا بنا في الاخر. فانا ما بغيتش نبقاو نتهموا الحريره، لان الحريره داخله في الاغذيه الكامله، الاغذيه اللي خصها تبقى حاضره، ربما كاين اللي تيبتعد عليها لان ارتفاع في درجه الحراره، لان هي غنيه بالسعرات الحراريه وبالتالي تتعطي واحد الحراره داخل الجسم. فالناس الا بغاو يحيدوها يمكن يعوضوها بحصائد ديال الخضار، ماشي مشكل، ولا بزاف هاد البلبونه. والنقطه ماشي فقط مع الحريره، راه الا شربتي زلافه ديال البلبونه ما خصكش تاخذ مع النشويات الاخرين، راه حيت الجسم راه تدخل، حيت في رمضان في وقت وجيز تندخلوا كميات اللي هي كبيره. راه شتي خارج رمضان غيقدر في العشاء غتعشى بزاف هاد الحريره، ولكن راه ما كليتي حتى شي حاجه معاها، او ربما كليتي معاها طريف الخبز ماشي مشكل، ولكن في رمضان راك غتاكل حريره وغتاكل طريف الخبز ضروري غتزيد واحد البريوه ولا شباكيه. فبريوه عرفتي وعصير والحليب، عرفتي شباكيه شحال فيها مرصود السكر؟ سي ليكيفالون ديال 15 او اكثر طرف السكر. شكون شباكيه واحده؟ شباكيه
هذه شباكيه وحده. شباكيه اللي معروفه اللي مقاده اللي مصيبه ماشي ديال هدى متيوله اللي صغيره. تنهضروا على شباكيه مغربيه. ف 15 ولا 17 المرصو ديال السكر كاينه في شباكيه وحده. يعني ما غير الزيت. من غير الزيت راح نهضروا على السكر. خلي معاه الزيت. ماشي مشكل ناخذوا وحده في الاخر. ما عنديش مشكل. ناخذوا شباكيه الناس ياخذوا وحده في الاخر ديال الفطور ديالهم ما عندناش مشكل. غير ما يبداوش بها ولكن حيت الى حريره وشباكيه وزدنا الخبز. احنا سنزيدوا الطينه بالله وغنبقاو من مورا المغرب ما قادريش ندوروا لا على اليمين ولا على اليسر وهنا ماشي الحريره اللي دارت لنا هذا المشكل تعاملنا مع الحريره هو اللي دار لنا هذا المشكل. واخا الا اكتفينا بالحريره تتقول زلافه احسن ما كاين زلافه راه احسن ما كاين زلافه ماشي مشكل شتي ملي غتاخذ كما حيت واحد الجمله قالها قبيله الدكتور بنيس انا تعجبني كيفاش توصل انا تنتبعك بزاف الطريقه الجمله مهمه بزاف ان الواحد يسمع الجسم ديالو يتجاوب معاه يسمع ليه بعدا قبل ما تجاوبه يسمع ليه اعطيه غير وقت تسمع ليه الا قالت لك بعدا ودي الله يرحم الوالدين بركه علاش باقي زايد فين غادي راه هنا في كاين المشكل قلتي واحد النقطه مهمه جدا ان ما تنخليوش الوقت للمعده تقول لنا بركه ما تنخليوش الوقت بالزربه بالزربه راه انت كليتي الكميه الكافيه ما خليتيش الوقت علاش حنا تنهضروا على 33 مدغه وعلاش تنهضروا يعني علميا وغذائيا وصحيا الاكل بطريقه اللي هي بشويه علاش باش تخلي الوقت لهذيك نسبه السكر تدوز للدم تدوز الرساله للدماغ بان ارتفعت نسبه السكر في الدم ما تبقاش ديك الرغبه في احساس بالجوع انت راك تاكل كميه المعده اللي خصها تعمر كليتيها وباقى الماكله في اللوزوفاج والانبوب الهضمي وربما باقيين جوج لقمات وحده هنا وحده هنا والاخرى جايه في الطريق فهنا تولي مشكل راه هذه هي الطريقه باش تاكلوا راه هكا كيفاش ناكلوا في رمضان لا انا بدلتها والله حتى بدلتها واحد الله العظيم لا شوف انا بيان سور كنت نديرها سي سير ولكن دابا تبدلات حيت ملي ملي غتاخذ انا لما نشوف في الحلقه الجايه ان شاء الله الاسبوع الطريقه ديال الفطور ملي غادي تبدا بواحد لا كرونولوجي وغتشرب حيت غالبا ملي غتشرب زفاف الحريره راه الجسم ديالك غيقول لك بركه يعني غادي توقف خلاص لا سبقنا قبل منها كيما قلتي لنا الفواكه اكيد طبيعه الحال فهنا الجسم ديالك ملي غيقول لك حبس حبس حيت المشكل راه ملي تنحطو في الطبله والمشكل الكبير في الجانب الغذائي ان اون سوزيستيم توجور سكو مونج تنقلوا دائما ديك الكميه اللي خدينا لا راه غندوق غير من هنا لا راه غير وحيده من هنا لا راه غير جوج من هنا لا هذه ما يمكنش خصني ندوقها لا وعافاك زيد غير هذه ما غادير لك والو قطره بقطره تعمل الروات تصدقوا في كميات كبيره تصدقوا في 3 كيلو في الفطور تصدقوا في 3 كيلو في الفطور هذا فالناس اللي بغاو يشربوا الحريره مزيان يشربوها غير عافاكم خذوها بوحدها ما تزيدوا معها حتى شي حاجه من النشويات الاخرى وهذوك الحوايج حدا اخرين اللي دايرين بها كاينين بزاف وتنعرفوا كيفاش نحتفظوا بهم في رمضان هذاك الشيء اللي غادي تورينا اللحظه لالا هدى جنان صباح الخير عليكم مره اخرى اليوم نشوفوا كيفاش غادي يمكننا نحضروا او نخبعوا نخزنوا هذه المواد اللي كنستعملوها بكثره في هذا الشهر الكريم فعندنا مثلا الشباكيه المخرقه نشوفوا كيفاش غادي يمكننا نحافظوا عليهم طيله هذا الشهر هذا اولا غنحتاجوا العلب البلاستيكيه اللي كتكون هي من واحد النوع اللي هو ممتاز نحاولوا ما امكن ما نشريوش البلاستيك او العلب اللي هي رخيصه لان بعض المرات كتكون ضاره بالنسبه للصحه وهنا غنستعملوا كذلك البابي سلفيغيزي او لا بابي كويسون الكاريت اللي كنطيبوا به هنا غادي نحاولوا ما امكن نقطعوهم على حسب الطوله ديال الطول والعرض ديال لابواط دونك بحال دابا انا هنايا ورقه ديال هذا البابي هذه قسمتها على اربعه ومن بعد غادي نحاولوا غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي يمكننا نخبعوها باش نبقاو فوق تما غادي نبغيو القياس اللي غادي نجبدوا في النهار غادي نستعملوه بدون مشكل اولا كاين بزاف اللي كيجيو كيحطوا الحلوه او الشباكيه كيحطوها ديريكتومون على لابواط هنا كنقترح عليكم ديروا دائما هذا البابيي سولفيغيزي لداخل ومن بعد عاد نستفوا الحلوه بالنسبه للحلوه ملي كنكونوا كنستفوها نحاولوا ما امكن ما نحطوش وحده فوق الاخرى يعني حتى نقسموهم بهذا البابيي سولفيغيزي علاش باش ما كيتلصقوش مع بعضياتهم وكذلك باش ما كتهرش لينا دونك غادي نحاولوا ما امكن نستفوا على هذا الشكل هذا ومن بعد نعاودوا نديروا واحد البابيي واحد اخر ونحطوا الو شنو هو الفائده ديال هذا الكاريط هذا ملي تنديروه هو اننا ملي كنحلوا بحال دابا الا بغينا نحطوها في الكونجيلاتور كانت عندنا بحال دابا كميه كثيره وبغينا نحطوها في الكونجيلاتور كتبقى دائما ديك بحال التفريشه الفوقانيه هي اللي غادي نستعملوا والشيء الاخر كيبقى محافظين عليه من التحت الو هذا البابي سولفيغيزي شنو هو الاهميه كذلك ديالو هو انه ملي كتكون ديك البروده كنعرفوا بان ملي كنحطوا هذه الحلويات في الكونجيلاتور
الشهر بحال الا حتى هي راه شويه كتاخذ شويه ديال البروده وبالتالي كيمكن لها تندي. فهنايا هذا البابيي هذا كيشرب لنا ديك البروده، وكذلك غنوريكم واحد الطريقه او واحد الحيله باش نتفاداو ما امكن هاد لوميديتي اللي كتجي من الكونجيلاتور. دونك غادي نسطو الحلويات على هذا الشكل هذا ونخطيوها كذلك. دونك هنا الا بغينا هاد الحلويات هذه ما تعمرناش بلوميديتي كناخذوا واحد طريف ديال الخبز وغادي نحلوه على هاد الشكل هذا وغادي نحطوه من الفوق ديال البابي سولتيريزي وعاد كنخطيو لا بواط. دونك هنايا ديك لوميديتي كلها كيجمعها داك الخبز وبالتالي الحلوه اولا الشباكيه اولا كاع كذلك يمكن نديروها حتى البريوات كل ما هو معسل نديروا له هذا الخبيز هذا ولينا على اساس نحطوه فوق البابي سولتيريزي. الوغ ملي كنحطوها مثلا في الكونجيلاتور بغينا نجبدوها اول حاجه ما ناخذوش لي بواط كبارين، ناخذوا دائما البواط الصغار على حسب القياس اللي غادي نحطوا في الطبله باش ما كنبقاوش نخرجوا ندخلوا الكونجيلاتور. كما قلت لكم كنديروا فيه واحد الطريف ديال الخبز باش هذا الطريف هذا الخبز كيمتصنى كل ما هو هوميديتي. وثالث حاجه ملي كنجبدوها من الكونجيلاتور كيخصنا نحلوا البواطه ونحيدوا ديك الغطايه ديالو لان كتكون فيها الثلج اولا بارده بزاف كتبدا كتندي وكتقطر على الحلوه وبالتالي كتخسرها. دونك اول حاجه نحيدوا هاد البواطه هذه ونحيدوا داك الخبز اللي الفوق ونخليوها ديكونجلا بيد ما نبغيو نستعملوها. دونك هذه بالنسبه للشباكيه والمخرقه كيفاش غادي يمكننا نحافظوا عليهم. الوغ مثلا دابا عندنا هاد الحلويات اللي كنكونوا كنستعملوهم الحلوه ديال الكونفيتو كاين بزاف كيبغي يحطها مع القهوه وحليب اولا سلو. هنا كنقترح لكم هاد البواط هاد لي بواط هادو اللي هما ساهلين في التخزين ديالهم ما كبارينش بزاف وكيمكننا نحطوهم على الطريقه هذه. غير اننا ملي غادي نبغيو نحطوهم ما فيها باس نديروا ليهم نزيدوا نلككوهم بسيلوفان باش كنحافظوا ما امكن عليهم من هاد البروده هادي. وكيمكننا بالنسبه لهاد الحلويات هادي الا بغينا نحطوهم غير في لي بواط ما بغيناش نديرهم في الكونجيلاتور نحاولوا ما امكن تكون البواط عامره كلها بالحلوه باش ما كنخليوش البروده تدخل. وعاد نلككوهم يمكننا نحطوهم على جانب هادي يمكننا نخليوها غير الخارج المده ديال جوج ديال الاسابيع ما كتخسرش نهائيا وكتبقى كذلك مزيانه. الوغ الا كانت عندنا مثلا هاد الحلوه هادي طيبناها وجاتنا قاصحه بزاف ما فيهاش ديك الرطوبه وبغينا تكون عندنا هاد الرطوبه هذه في هاد الحلوه هذه فالطريقه هي شنو اننا كناخذوا تفاحه ونقسموها على النص ونديروها كذلك في وسط لابواط ونحطها في الثلاجه واحد يومين ولا ثلاث ايام فبالتالي ديك الحلوه كلها كترطب ما كتبقاش قاصحه بزاف. هذه مهمه كذلك بالنسبه للشباكيه الا جاتكم قاصحه بزاف وبغيتوها ترطب شي شويه فما فيها باس دير واحد النص ديال التفاحه داخل لابواط وتخليوها كما قلنا غير في الثلاجه لواحد المده ديال يومين ثلاث ايام فكتحسوا بان الحلوه فتات شي شويه. الوغ بالنسبه لهذا التمر ولا الكرموس ولا هذه الاشياء كلها اللي كتكون كنتناولوها كذلك بواحد القدر كبير خصوصا الكرموس كنعرفوا بان الكرموس ديال تركيا اغلب الاحيان في الصيف ملي كنبغيو ناكلوها كنلقاوها بحال حماضت فضروري ما دار في الثلاجه ماشي بضروري الكونجيلاتور مي الثلاجه لان خاصها تكون بارده في واحد الدرجه اللي هي بارده اولا نخليوها يعني في واحد الشبكه وتكون مهويه ما نديروهاش في القراعي اولا في لي بواطون بلاستيك لانها غادي تزمت وبالتالي كتحمض. دونك هذه ضروري ما خصها تكون في الثلاجه يمكننا غير بحال هكا في زليفه نديروا عليها حتى هي السيلوفان ونحطوها في الثلاجه ما غاديش تخسر نهائيا. بالنسبه كذلك شنو عندنا سلو كنقترح لكم اننا نديروه في لي بواط صغارين على حساب القياس اللي غادي ناكلو كل نهار يتحط غير في الثلاجه ما يخسرش ما عندناش الكونجيلاتور اولا نديروه على هذا الشكل هذا بحال كيكون مازال ما خلطناش نديروه على في القراعي بحال هذا الشكل هذا ومني قرب الوجبه ديال الافطار ديك الساعه نخلطوه بشويه ديال العسل اولا بشويه ديال الزبده كيما حنايا بغينا وبالتالي كيبقى دائما سخون وما كيخسرناش. وكنعرفوا بان القراعي ديال الزاج كيحافظوا بواحد الطريقه رائعه على هاد الحلويات وعلى هاد الاشياء اللي غادي نتناولوها. بالنسبه للناس اللي كيكونوا كيجيو عندهم بزاف الناس مورا الفطور هذا فانا كنقترح لكم اننا دائما تكون عندنا الحلوه مستفينها دون دي بحال دي بونبونيير. هنا كتبقى الطريقه سهله جدا هو اننا نديروا عليهم السيلوفان ونلككوه مزيان
ما نحتاجوش ديك الساعه لا كونجيلاتور لا حتى شي حاجه، لان هادو غادي نقدروا بهذه الطريقه هذه حتى هما نحافظوا عليه واحد جوج ديال الاسابيع. هنايا غير كنبغي نقول للساده المشاهدين ما عندناش نديروا الحلوه بزايد بزاف او لا هاد المعجنات بطريقه كبيره بزاف، راه الشهر تبارك الله رمضان عندنا فيه الوقت فين نديروا هاد الحويجات هذه، فنديروا لي كونتيتي قلالين باش يبقى لنا كل شيء طري، ماشي ضروري نحطوا كل شيء في الكونجيلاتور. دونك كنديروا على هاد الطريقه هذه، بالتالي الحلوى ما كتخسرش المذاق ديالنا. انا كنعرفوا الكونجيلاتور شويه كيبدل لنا المذاق ديال الحلويات، وكيمكننا في وقت ما جاوا الناس كتكون عندنا الطبله مستفه نحيدوا غير داك السيلوفان وبالتالي كيمكن لهم يتناولوها. بالنسبه للمعجنات هنا كنقترح لكم اننا دائما يا اما نديروا البابيي السيلوفان، وهنا بحال دابا حنايا اربعه ديال الناس في الدار كنعرفوا غادي ناكلوا اربعه ديال المسمنات، كنديروا القياس ديال الفطور على هذا الشكل هذا، ناخذوا الوقت باش نجمعوهم. كاين الناس اللي كيديروا هذا الشيء كل نهار اللي عندهم الوقت، فكان احسن كل شيء يتكال طري. الا ما كانش عندنا الناس كيخدموا ما عندهمش الوقت، فغادي نجمعوهم على هذا الشكل هذا. دونك كنديروا بحال القياس ديال هذا، ومن بعد نديروهم في دي بواط حتى كنكملوهم. بالتالي في وقت الافطار كنجبدوا غير لا كونتيتي اللي غادي نحتاجو بلا ما نجبدوا القياس بزاف، وبالتالي كيبقى كيخسر. وكنعرفوا بان احسن حاجه هو اننا اللي حطينا في الفطور تكال ما نرجعوهاش للثلاجه، لهذا كنخصنا نحطوا كل حاجه بالقياس وبالقانون. كنتمنى ان هذه الفقره هذه تكون استفدتوا منها. بالصحه والراحه، الى اللقاء. هذه غادي نتفكروها هدى دائما فاش بغيو نحافظوا على الحويجات ديالنا، الخبيزه والتفاح. صافي ميساج غوسي. شكرا لك هدى جنان على الافكار الرائعه اللي تتقدمي لنا دائما، خصوصا في هذا الشهر الفضيل هذا. نمشيو نكملوا المتعه ديال هذه الحلقه هذه الخاصه من صباحيه دزام، خاصه بشهر رمضان، مع ليلى حديوي والضيفه ديالها اللحظه في اللباس التقليدي. ليلى حديوي صباح النور، رمضان مبارك. صباح الخير عليك باش ما تمنيتي ان شاء الله. الله يبارك فيك. صباح الخير عليكم مشاهدينا، اهلا وسهلا بشهر رمضان، شهر الصيام، الله يدخل علينا بالصحه والسلامه وليكم مشاهدينا. اليوم معنا مصممه ازياء اللي جاتنا اول مره في صباحيه دوزيام في البلاتو، اللي كانت هذه خمس سنين هذه باش بدينا. اول مصممه كانت عندنا في البلاتو هي صفاء ابراهيمي. مرحبا بك معنا صباحيه دوزيام. شكرا. السنه هذه كانت يلا باديه، وكنا كنشجعوا يعني الشباب، وحنا دابا شاهدنا المسار ديالها، شفناها في عده عروض ازياء، من مثلا قفطان، يعني مشيتي تطورتي في المسار ديالك الفني وديال الموضة عالم الازياء. مرحبا بك معنا صباحيه دوزيام. مرحبا بك، شكرا على الاستضافه ورمضان مبارك للجميع. الله يبارك فيك. صفاء ابراهيمي، انت من المبدعات اللي كيصوبوا الناس في شركات كبيره، ما اثرش لك هذا الشيء على لو ستيل ديالك مثلا؟ لا الحمد لله نو، كنعتبر راسي اني محظوظه بالعكس، لانه عندي لو ستيل ديالي كوليكسيون بريفي صفاء ابراهيمي، ومع لا مارك اللي كنشتغل معاهم يعني الحمد لله جو توش بزاف ديال لي ستيل في المغرب، في الجزائر، في الخليج، في فرنسا. دونك لا، واش هي الميزه ديال صفاء ابراهيمي؟ واش دائما لا سامبليسيتي، ولا كتبغي تختلف؟ انا كنعرف عندك مع الابتكار، وعندك مع الابتكار. انا كيعجبني الاوريجيناليتي، يعني في الحويجه اللي كتلبسها المراه تكون مختلفه، وتكون مميزه فيها توش. وعلى العكس من ذلك فلابسه اليوم سامبل. انا تلبس ديك الشيء سامبل، ولكن يعني تنبغي نشوف شي حاجه اللي مختلفه. واضح. اذا هذه اللبسه هذه اللي غادي نشاهدوا الان معك صفاء ابراهيمي هي عباره عن قفطان بالرمضان، قفطان صومونش خفيف. دابا كيف تنعرفوا كاينين داك لي سواغي رمضانيسك، والناس يعني العيالات ولاو تيلبسوا القفاطين ابيي والقنادر. هذا خفيف، هذاك واش توب هكاك ولا ديك لابون؟ لا لا، دي زومبيسمون، هذاك امبيسمون وبرودي بيرلي اوسي. دونك فكرتي في هذاك التوب في الوسط ودرتي الخدمه ديالو بنفس طون سور طون باش تبقى في
في الشكل ديال تجي لا توش ديسكريت. وشنو تستعمل صفاء ابراهيمي في الاثواب ديالها دائما؟ الوغ انا كن يعني لاسوا الحرير كيعجبني نخدم على الحرير على لي جوني باش باش كتبان لا توش اوريجينال كتبان الخدمه. غادي نشاهدوا دابا ثاني هذا جا بحال قفطان سون مونش حيت كله بثوب. هذا هادي تلي جلامي هادي تلي جلامي داكوغ جا بحال بروشي نيفي حتى هو نيفي ديال البروشي يعني جيم بيان لا كولور برونز كتعجبني بزاف لا كولور برونز هي سي فري كو دابا ولينا كنلقاوها اكثر في اكزاكت وتتواتي حلوه المغربيه حيت حنايا سمرات دونك تتواتي الاغلبيه ديال كتجي حلوه كتجي كلاس هادي خليتي المضمات هي طون سيغ طون اكزاكت والزواقت ديال المعلم الله يبارك فيك يعني رمضان الفطور خفيف و فوالا سون مونش وحتى من بعد رمضان نقدروا نلبسوا ماشي مشكل اكيد 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 صفاء ابراهيمي انا كيف قلت قبل المشاهدين انت تعرفتي بزاف بالكنادر فين هما الكنادر ديالك اللي كنا تنعرفوهم بحال هادي اللي انا هادي معروفه انت بها يعني كديري لا مواتي نص لي كولور لي كونتراست كديري اوني والاخر اون اوتر كولور ولا هاد الكنادره اللي لابسه راه النص البرودي هاد لو نود كله برودي على ما نشوفوها عن قرب لا الى الى السيده المخرجه دونك تكلمي لنا على هاد القندوره هادي قندوره بلا موسلين جورجيت برودي كلها داك النص نود كله برودي على ما برباطي وجهه اخرى اوني بور كاسي عاوتاني ما تجيش ترو شارجي وخفيفه في اللبسه هذا خفيفه وديك لا توش ديال السمطه ديال النحاس معروف عليا حتى لي سانتور ديال النحاس دونك فوالا وهنايا كاينين تنشوفوا هنايا حجيرات اكزاكت حيت كاينه ديك لوفيرتور هذا درت فيها ان تي بيرلاج تماك باش ان تي توش ديال لا بريونس علاش لا اذا نكملوا العرض ديال صفاء ابراهيمي بقات لنا جوج لبسات يمكن ليلى ياك سميره غادي نشاهدوا لو ستيل ديال صفاء ابراهيمي اللي مولفين نعرفوها مولفنا به هو هذا لو ستيل هذا ياك صفاء اكزاكتومون الوغ هذه اللبسه هذه سي بلا سوا ولا هذه قندوره سي بلا موسلين لا موسلين دو سوا كي شتي فيها حتى هي داك لو كونتراست دو كولور ان بو اوريجينال داك لو موطارد مع الخضر وفيها الزواق ديال المعلم والتنبات حتى هي كنعرفك تديري حتى لي كومبينيزون لي كومبينيزون تاع هما ديكالي تاع هما فيهم الخدمه ديال المعلم تاع هما فيهم الحجيرات ما جبتيهمش لينا هذه المره ماشي مشكل تكون المره الجايه ان شاء الله شنو هي ديك الخدمه اللي دايره في الكولا هذاك الزواق ديال المعلم الزواق هذيك وي اكزاكتومون وي هذاك زوقات خفيفين ومتبعين داك لو موتيف فاش كتكونوا يعني اوت كوتور دابا انت مشيتي لا اوت كوتور ما كتجيكش تخدم بالخدمه ديال الماكينه لا ياك لا كتبقي دائما بالخدمه ديال اليد 100% اكزاكتومون مهم يعني كتطيح مزيان بعض الخطرات الخدمه ديال الماكينه اذا كانت زوينه كنظن بانها حتى هي ما تجيش باينه كاين دي بياس مخدومين بالماكينه تحلف عليهم انهم باليد تيلمون متقونين ومخدومين مزيان وشنو كيفاش نعرفوا الفرق يمكن خصنا نقلبوا فوالا تقلبوا غادي تبان لك هذا لا ماشين الخياطه داكشي ريغولي تيكون اكزاكتومون اذا لو ستيل ديال صفاء ابراهيمي باقي هو هذا تلقاو غير الاشكال اللي تبدلوا ديال الالوان ولكن لا فورم هي اكزاكتومون لو ستيل محافظه عليه جو سوي غادي نشوفوا اخر لبسه ولكن هذا سي نوتر ستيل نوفو ستيل ديال صفاء ابراهيمي اللي ما مولفينش نشوفوا لو ستيل عندك صفاء شنو هذا الاختراع اللي درتي الوغ هادي سي ان كافتون جو كونسيدير سي ان كافتون لتحت اون روب دو ستيل حيت انا النهار الاول عرفتك تتختاري دائما تدير اون روب مع ان كافتون مع اون جوب دائما عندك شي حاجه جديده دونك الجديد في هذه اللبسه هادي هو هذاك لو كافتون من القدام كروازي و لا روب دو ستيل من التحت دونك تقدر تحيد كاريمون داك البدعيه من الفوق وتخليها اون روب كاريمون وديك القفطان اللي من الفوق برودي كيف تتشوف من اللور وشنو هذاك التوب شنو هو التوب سي دلا سوا سي دلا سوا سي جوست اتان دو سوا
تتبغي انت لا فلويديتي جادور و حتى لا مسلين تتبغي تخدمي بها بزاف اكزاكت وكتواتي لو كور ديال المراه يعني تطيح تطيح مزيان هذا موديل جديد ديال كسافة ابراهيمي نشكرك اللي جيتينا في هذا الصباح هذا شكرا لكم كنتمنى تنتمنى لك مسيره موفقه ان شاء الله رمضان مبارك علينا وتنتسناو لي كومبينيزون ان شاء الله شكرا لك على البيت الله يبارك فيك نمشيو للحظه للفقره المواليه فقره فن الطبخ مع الشيف هادي صباح الخير عليكم مشاهدي الكرام صباح الخير سميرة وعواشر مبروكة رمضان كريم سعيد على كل الأمة العربية داخل المغرب وخارج المغرب اليوم غادي نقدم لكم مقروط بنوع خاص وطريقة خاصة اللي بزاف من واحد يسولني كيفاش نديروا المقروط انا اليوم جيت لكم بواحد الفكرة هائلة وفكرة اللي سهلة ويقدر يديرها اي واحد في الدار بلا زيت بلا حتى شي حاجة اول حاجة اللي تنسحقوا ليها نسحق واحد 250 غرام ديال السميدة تكون متوسطة شويه ديال اللوز واحد 50 غرام 50 غرام ديال القرقاع 50 غرام ديال اللوز وواحد 150 غرام ديال التمر تتكون معسله ومطيبينها ديجا مبخرينها ولا دايرينها غير تحت الكسكاس باش كتحل مزيان شويه ديال القرفه شويه ديال الماء الزهر شويه ديال الملحه وطبيعه الحال واحد شويه ديال الزبده وواحد جوج معالقات كبار ديال زيت العود هنا غادي نوريكم الطريقه وفي نفس الوقت غادي نوريكم واحد العصير عصير اللي هو ممتاز اللي قدو نستعملوه في وقت الفطور اول حاجه اللي غادي نبداو بهذا العجين ديال السميده باش نديروا المقروط كما شفتوا انا درت فيها ديجا شويه ديال القرفه ودرت فيها شويه ديال الزيت ديال العود غادي نزيدوا واحد شويه من بعد تديروا ليها واحد الكاس ديال الماء اولا نص كاس ديال الماء باش كتجمع هاد الخليط هذا مع شويه ديال الماء الزهر بطبيعه الحال شويه ديال الملحه والمقادير كلها غتلقاوها على الشاشه تنديروها نخلطوها بحال هكذا حتى كتجانس مزيان من بعد شنو تيبقى ليا الخليط ديال التمر شنو تندير تنشد التمر تنخلطو تنطحنو مع القرقع ونطحنو مع اللوز كيعطيني هذا الشكل هذا كما تشوفوا على الطريقه هذه كيجي مهرمش وكتشوفوا اللوز والقرقع هنايا والطريقه سهله هنا شنو تنديروا تناخذوا كويرات بحال هذا الشكل هذا تنحطهم هنايا بطريقة بحال هكذا هذا مقروط هائل وما نقدوش يعني اي واحد يقدر يستعمله في الدار غير هو الطريقه وشويه ديال الوقت باش غادي يمكن لكم تصايبوا هذه المقادير هادو وفي نفس الوقت ما نستحقوش ليه الزيت بلا ما نديروا ليه الزيت وبلا ما نغطسوه في العسل هذه فكره ثانيه درناها شوف بحال الطريقه هذه نديروا حبيبات من بعد شنو تندير تناخذ واحد الطاوه بحال هذا الشكل هذا نحطها هنا تناخذ شويه ديال السميده بطبيعه الحال اللي درنا الطريقه هذه تناخذ واحد الكره تنديرها هنايا وتنبقى ندور عليها حتى تدرقها كامله طريقه نحطهم هنايا هذه درتها شويه كبيره ولكن حاولوا ما امكن هنا يمكن لكم ديروا اي ميزان بغيتوا نتوما اي شكل بغيتوا ديروه بالطريقه اللي عجبتكم ولكن انا غادي نوريكم الشكل باش غادي نديرو بحال هكذا كما تنعرفوا راه المقروط ديال المنطقه الشرقيه وكيمتازوا به بزاف تبارك الله الطريقه هذه كتافيو بثلاثه من بعد تناخذوا اي ميزان كما تنقول ولا اي حاجه اللي غادي نقدو نصيبوا بها هادشي انا خديت هادو يعني موجودين في الاسواق شنو تندير تنوطع عليها بحال هكذا وتنحيد دوك الجناب اللي بقاو الطريقه هذه الطريقه هذه من بعد تندير نفس الشكل هنايا نحيد هاد الجناب اللي كاينين ولا درناهم صار تيجيونا ساهلين في الخدمه هكذا طوم بحال هكذا نحطهم هنا وفي نفس الوقت هادو اللي بقاو ليا ما تنلوحهمش نجمعهم حتى هما بحال هذا الشكل هذا لان ديجا فيهم التمر
تنجمعهم طريقة هذه، تنديرهم هكا كويرات صغار باش يجوني ساهلين الطريقة هذه. يمكن لكم ديرهم غير بدوك المراشم ديال اليد، ماشي مشكل. على الطريقة هذه وكنجمعوا بحال الطريقة كما تتشوفوا، حتى تنساليو كل هاد لا كونتيتي اللي درنا. من بعد شنو تنديروا؟ تندخلوها للفران، ما تنخلوهاش، تندخلوها للفران بحال هذا الشكل هذا، تندخلوها للفران وحتى تطيب لنا لواحد المده ديال 25 30 دقيقه. فاش كطيب لدرجه 180 فاش كطيب كنخرجها، تندير هذوك الكويغطات الا بغيت نديرها الكويغطات. وهنايا ما تندخلهاش في العسل، تنشد العسل بحال هذا الشكل هذا، تنشد معلقه حتى تيطيبوا، انا تنقول حتى تيطيبوا، تنشدوا المعلقه بحال هكذا وتنبقاو نسقيوها بالعسل بحال هذا الشكل هذا، وتنخليوها تقطر براسها بشويه بشويه، ولكن حتى كطيب كما تنقول دائما حتى كطيب. شدوا العسل وانا غادي نوريكم الشكل النهائي كيفاش جات في الاخر. هنا غادي ننتقل لكم كيفاش غادي نديروا عصير ديال الخروب بطريقه مبسطه وطريقه جميله بزاف، واول مره غادي نديروها في صباحيات. هذا الشيء نحطه هنا. شنو تندير هنايا؟ تناخذ كسرونه بحال شي او لا مرميطه او لا اي حاجه عندي. شنو تندير؟ تناخذ تفاحه تنحطها هنا طبيعة الحال، خصنا ننقيوها، وخص لازم باش نغسلوا التفاح مزيان يبقى واحد المده ديال نص ساعه حتى ل 45 دقيقه في الماء. تنديروا ليها واحد الخوخه بحال هكذا بعويت بليطو الطريقه هذه. تندير واحد الخوخه الشكل اللي بغيت، وما دابينا الا كان عندنا الفريز نزيدوا الفريز الطريقه هذه. هنا تناخذ الخروب هذا كما تتشوفوا، هنا تنحيد ليه تنهرسو وتنحيد ليه هذا، نقدو نقسموه مثلا غير هنا بجوج بحال هذا الشكل هذا، باش الا جا صعيب انه يحيد منه الزريعه تنديروا غير بحال هذا الشكل هذا بحال هكذا، وكنحيدوا منه ديك الزريعه ديالو. كنزيدوه هنا كنديروا على حساب 50 غرام هنايا، 50 غرام ديال الخروب. من بعد شنو تندير؟ تناخذ واحد لترو ديال الماء، 750 مليلتر حتى لترو ديال الماء هنا، وتنخليه يطيب واحد المده ديال 45 حتى لساعه وهو تيطيب، باش داك الخروب تينزل مزيان وكيعطينا واحد بحال كيهرب اللون ديال الشوكولات. من بعد ملي تيطيب لي مزيان داك الخروب حتى تيطيب مزيان، تنهزوه وتنديروه في خلاط كهربائي. ملي تنديروه في خلاط كهربائي شنو تنزيد ليه؟ تنزيد ليه واحد جوج معالق ديال العسل بالشكل هذا. طبيعه الحال تكون العسل شويه من السماء، اما بازير او لا بفليو او لا بالحامض او لا باي حاجه، وتنخلطوه. حتى كنخلطوه وانا غادي نجمع من هنا نوريكم الشكل النهائي ديال الطبق كيفاش جا. كما كتشوفوا الشكل النهائي ديال المقروط كي جا، يابس بطبيعه الحال، ما فيهش الزيت بزاف، وحتى العسل ما مشربش بالعسل بزاف حيت غير دوقناه من الفوق. والعصير هو هذا، غير هو العصير هائل، ويمكن لكم تشربوا منه حتى 3-4 الكيسان، ولكن بشرط حتى كدوز واحد الساعه مور الفطور باش وكيشد على العطش مزيان. وكنقدموه لكم بالصحه والراحه، ونهاركم مبروك. وتحيه من خلالك شاف هذه الناس ديال المقروط من النواحي ديال وجده وشرق المغرب باكمله. شكرا لك على الوصفه اليوم. شو اللحظه نتعرفوا على الوصفه الطبيعيه اللي مقدمه لنا لليمونين فقره الجمال.
صباح الخير سميرة، صباح الخير عليكم. اليوم غادي نعتنيو باليدين ديالنا وغادي نشوفوا واحد الطريقه باش تبيضوا اليدين. فغادي تشوفوا هذه الطريقه هذه، فمن المره الاولى غادي تبان لكم النتيجه. على غادي تحتاجوا عندنا ثلاث مراحل. المرحله الاولى وهي الحليب، الحليب اللي معروف فيه لاسيد لاكتيك، فهو فيه هاد لاسيد، هذه هي اللي كتكون كتبدا تبيض الجلده ديالنا. من بعد غادي نديروا مقشر اللي غادي نستعملوا فيه السنيده والحامض، ومن بعد غادي نديروا واحد التبييض غادي يكون بالخميره وغادي يكون بالحليب بودغ دونك غبره، وغادي نديروا فيه الماورد. اولا غادي تاخذوا يديكم غادي ديروا حليب كامل، دونك غتاخذوا واحد الشيته كدوزوها كديروا الحليب بحال هكا على يديكم، وكتخليوا اليد ديالكم مرقده بالحليب 15 دقيقه. دونك هما غيكونوا اليدين بجوج، انا اليوم كنوريكم دابا غادي نوريكم غير يد وحده، ما غاديش يبان لكم النتيجه حيت خصكم الوقت كثير. دونك غادي تخليوها 15 دقيقه، من بعد كتشلوا بالماء، غادي ندوزوا المقشر، غادي ناخذوا المقشر غادي ناخذوا فيه معلقه كبيره ديال سنيده، غادي نديروها شويه عامره، وغادي ناخذوا العصير ديال نص حامضه. حنا كنعرفوا بان السكر مقشر وكنعرفوا الحامض بانه كيبيض في نفس الوقت، دونك دائما غادي ناخذوا هذيك الشيته ديالنا غادي نديروها بحال هكا على يدينا، غادي تخليو هذا المقشر مدة حتى هو 15 دقيقة، وكتخليو على اليد ديالكم. من بعد ما كتفوت 15 دقيقة داك الحامض غادي يدير داك الفعالية ديالو، فغادي يبدا يحيد لكم يبيد لكم داك البقع اللي كيكونوا عندنا في اليدين. غادي نخليو 15 دقيقة ومن بعد غادي نعاودو نشلو يدينا، وغادي ندوزو من بعد المرحلة الأخيرة اللي هي فيها الخميرة. غادي تاخدو الخميرة اللي كتكون بحال هكا كتكون دونك غبرة حبيبات، وغادي ناخدو الحليب اللي هو كيكون بودغ دونك حليب بودرة، وغادي نزيدو معاه الماورد، هي باش غادي نفزقو باش غادي نديرو اون بات. شنو غادي ناخدو؟ غادي ناخدو معلقة كبيرة ديال الخميرة، معلقة كبيرة ديال الحليب بودرة، وغادي ناخدو معاهم نديرو الماورد. عينكم ميزانكم حتى كتجيكم اون كخيم. هنا غادي نجربو بثلاثة ديال المعالق صغار ديال الماورد، حنا كنعرفو الحليب الفعالية ديالو حتى هو في التبييض وكيفاش كيصفي اللون ديال البشرة ديالنا. غادي نزيدو واحد المعلقة صغيرة ديال الماورد باش تجينا اون كخيم، باش يجينا ساهل في الاستعمال. ومن بعد غادي ناخدو دائما هذاك البانسو ديالنا داك الشيته، وغادي نديروها على اليد ديالنا، دوك كنحطوا هاد القناع هذا هاد لو ماسك حتى هو. راه كتخليو هاد القناع 20 دقيقة وغادي تبان لكم الفعالية. دوك كتخليو حتى هو 20 دقيقة، ومن بعد كتشلو اليد ديالكم بالماء دافي
وغادي تبان لكم الفرق، غادي يبان لكم كبير ما بين يديكم بجوج. دابا انا ما يمكنليش ما غاديش يبان لكم كثير حيت ما درتش الوقت اللي خص، ولكن راه النتيجه كتبان. ممكن نقولوا راه شي شويه باينه على حسب 5 دقائق اللي درت فيهم ثلاث مراحل، ولكن راه النتيجه غادي تبان لكم من الدقه الاولى. يمكن لكم ديروها مره في الاسبوع، تبعوا هاد المراحل هذه قل من ساعه عندكم ديال المكانه، حيت 15 دقيقه و20 دقيقه غادي تشوفوا اليدين ديالكم. حتى هاد التنيات اللي كيكونوا حنا عندنا شويه بعض المرات كيكونوا اللون ديالهم غامق غادي يبدا يبيض لكم. فكنتمنى هاد الوصفه هاد الوصفات هادو يكونوا عجبوكم. هاد المراحل فهي سهله، دونك ما بقى لنا عذر باش يوليو لنا اليديدات شويه بويض. شكرا لك ليليا. نمشيو لحظه نختموا حلقه اليوم الصباحيه الدوزه مع ضيف مميز، ضيف ليلى الشويف فقره نجوم ونجوم. هو الفنان والمنشد الديني تامر حرة، غادي نتعرفوا على جديد ديالو معك ليلى اليوم. اكيد سميره كيف ما قلتي صوت واسم طربي وصوفي حاضر معنا، ما يمكنش ما نسمعوش الصوت ديالو ما نرتاحوش ليه، ومن يعني بالخصوص في هذا الشهر الكريم. حاضر معنا سي تامر حرة، مرحبا بك معنا في صباحيه الدوزام للمره الثانيه ياك ولا لا؟ شكرا مره ثانيه. شكرا، اهلا وسهلا مره ثانيه. شكرا، مرحبا بك. انت تبارك الله كنت حضرتي معنا في العمل اللي قبل اللي هو خاتم الانبياء، واللي عمل واحد الضجه في المغرب، واللي كل اسبوع كنشاهدوا على شاشه القناه الثانيه دوزيام بالخصوص يوم الجمعه. فاحنا كنمتعويناتنا كنمتعو ديناتنا بالصوت ديالك بالحضور ديالك بالصوره الجميله اللي حديتيها في هذا الفيديو كليب. اليوم جيتينا بعمل جديد، انا صراحه مازال ما شفتوش، غادي نكتشفوا مع كل المشاهدين الكرام، فشنو يمكن لك تقول لنا عليه؟ هو عمل جديد وتعاملت مع هرم اهرام الملحنين المغاربه سي عبد الله عصامي. اكيد. والكلمات ومن التراث كيحفظوهم المغاربه كلهم، بل في العالم العربي والعالم الاسلامي. يا لطيف الصنع يا من كلما دهم الامر جلا ما دهم، نفس الامر علينا سرعه انما الامر علينا عظمة. كلمات عظيمه كتقال باستمرار في جميع المحافل. فانت وفوقاش بدا الاشتغال على هذا العمل هذا؟ هذه واحد 3 شهور ولا 4 شهور تقريبا. واستاذ عبد العصامي قال لي بغيت نعمل معك شي عمل، هو اللي اختار القصيده. وكنا في مدينه طنجه، فكان لقاء جميل جدا ودينا في العمل، وبدا بواحد العمل رباني بواحد اشتغلنا على العمل الحمد لله، وخرج عمل ان شاء الله. شنو تحت عنوان، شنو العنوان ديالو؟ يا لطيف الصنع. الله، هو صورتيه فيديو كليب؟ صورته فيديو كليب. كيفاش جات الفكره انك تصور فيديو كليب؟ لان عمل الله يعني الله هيئته هذه 4 شهور ومباشره مريت بالفيديو. قلتي لي ان الفيديو كليب الحمد لله اللي كان لقى واحد الصدى طيب، وهذا هو اللي جعلني باش ندير الفيديو كليب الثاني، لانه كيوصل للناس وكيوصل لجميع الشباب ونساء ورجال وكل شيء كيوصل لهم الفيديو كليب. فعمل فيديو كليب دائما كيوصل للناس بسرعه، وهذا السبب اللي جعلني نعمل فيديو كليب الحمد لله. فين صور هذا الفيديو كليب؟ فين؟ في منطقة الشمال، خصوصا يعني بالضبط مدينة الشاون. الشاون جميلة الجميلة بطبيعتها بمناظرها بكل شيء. وكذلك انا اخترت لان الحمد لله الفيديو كليب كيتكلم على كل ما هو لطيف. يا لطيف الصنع كل ما خلق الله جميل. من وهذه الجلسه اللي احنا جالسين الان فهي كذلك جميله ولطيفه، واتعامل مع الجنس اللطيف. الفيديو كليب هو من اخراج من توقيع شكون هو؟ نفس اللي كان مخرج حسن القرطي. حسن القرطي هو، وتبارك الله هو كذلك التوزيع مهدي محجور معروف كذلك في الرباط، يعني من الناس اللي معروفين في المغرب التوزيع ديالو وداك الشيء. الحمد لله انتم تشوفوا عمل ضخم. اكيد عمل جميل. احنا 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 تشوقنا نشوفوا هذا العمل، وشوقنا الجمهور ان نشاهدوا. فغادي نشاهدوا ونرجعوا نكملوا الحوار ديالنا باش تقول لنا شنو كتمنى لهذا العمل هذا اللي هو اهداء ليك لكل الجمهور بالخصوص في البدايه ديال شهر رمضان. شهر كريم تماما. اذا نشاهدوا المقتطفات. الصنع يا من كلما يا لطيف الصنع يا من كلما دهم الأمر جلا ما دهم دهم الأمر.
حتى رب الكرماء. بارك الله عليك. انا بغيت نسولك واش بقيتي في نفس الاداء وفي نفس الموسيقى العصريه ديال 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 الفيديو كليب الاول؟ علاش هذا اختيارك كان ليك ولا تبقى في الموضه ديال الموسيقى العصريه؟ تمام انا خديت ما بين التراث وما بين المدرة في الموسيقى العصريه وداك الشيء والحمد لله. مع العلم انا عطات صدى طيب في الاول. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك سي تهامي الحراق. شنو كتمنى لهذا العمل ان شاء الله في هذا الشهر الكريم؟ أتمنى له الانتشار وإن شاء الله المغاربة كلهم يعجبهم ويرددوه جميع المحافل لأنه هو سهل باش يتردد، وكذلك أتمنى له الانتشار كذلك في العالم الإسلامي بل في العالم كله إن شاء الله، لأنه عمل جبار عمل ضخم. أتمنى له وكذلك أتمنى لكل من يشاهدنا الآن رمضان كريم ان شاء الله ويدخل الله علينا بالصحه والعافيه. امين لنا وليكم ان شاء الله. اكيد كتكون كتكون حفلات صوفيه في هذا الشهر الكريم ياك ولا لا؟ غادي تكون مدينه تطوان بشمال المغرب داخل المغرب، فين غادي نلقاوك سي التهامي في هذا الشهر المبارك؟ هناك حفلات ان شاء الله تكون في الشمال وفي هنا كذلك في الدار البيضاء وفي الرباط وفي جميع انحاء المغرب ان شاء الله. ان شاء الله على قريبا ان شاء الله باش تشوفوها وتكون انتم اوائل. بغينا شي حاجه من صوتك نهديوها لكل المشاهدين في هذا الصباح هذا، نستغلوا الوضع والفرصه انك حاضر معنا بها باش نتمنوا للمشاهدين الكرام باسمي وباسم كل الزميلات والزملاء والطاقم ديال صباحيه دوزان كامل رمضان كريم لكل المغاربه كانوا داخل او خارج الوطن. شكرا لكم على حسن التتبع والوفاء ديالكم برنامج صباحيه دوزان وتبعونا طيله شهر رمضان ان شاء الله. تفضل سي حراق. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، ولقد دعوتك ربي كما أمرت تضرعا، ولئن رددت يدي فمن ذا يرحم إن كان لا يرجوك إلا محسنون، فبمن يلود ويستجير الآثم. طرقت باب الرجاء، طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه بكشف الضر أعتمد، إني مددت يدي وقلبي منكسر إليك يا خير من مدت إليه يد. يا